احنا كنا في السبيشال. طيب كنا في وقفنا عند المودي. المودي اللي هو الدايبيتس اللي بيجي في اليونج، اللي هو اسمه ماتيوريتي اونست دايبيتس اوف يونج. ماشي، نعرف اول حاجه اللي هو بيجي في اليونج، تاني حاجه اللي هو اوتوزومال دوميننت. يعني اوتوزومال دوميننت يعني هو بيحتاج جين واحد او من الاب او من الام عشان يظهر في الابناء. يبقى هو مونوجينيك فورم، بيحتاج لجين واحد عشان يظهر، بالاضافه يعني بمعنى اللي هو اوتوزومال دوميننت. تاني حاجه اللي هو بيقول لك ايه سببه، بسبب اللي هو بيكون في ميوتيشن او في طفره في، لا اما في ترانسكريبتيشن فاكتور اللي هو العامل النسخ اللي كان بيحول الدي ان ايه الار ان ايه، او اللي هو او في ميوتيشن في الجلايكوكاينيز انزيمز. هما الاثنين دول الميوتيشن فيهم بتؤدي لايه؟ لنقص الانسولين ريزيستنس. ماشي. طيب في انواع مختلفه من المودي، بس بتعتمد على ايه؟ على على الجين اللي حصل فيه ميوتيشن. لا اما الجين دوت مسؤول عن ترانسكريبتيشن فاكتور فهيكون اسمه ترانسكريبتيشن مودي، او الجين دوت مسؤول عن الجلايكوكاينيز انزيمز فهيكون جلايكوكاينيز مودي. ماشي. ازاي بقى بنشخصه او كده؟ التشخيص بيعتمد على ايه؟ بيعتمد اول حاجه اللي جاي لك دوت يونج، تاني حاجه اللي عنده هايبر جلايسيميا بس نون كيتوتيك، يعني مش ما فيهاش كيتون بادي. ماشي. تالت حاجه اللي هو عنده الفاميلي، عنده فاميلي هيستوري من الدايبيتس، ابوه او امه او اي حد من عيلته كان عنده دايبيتس قبل كده. ماشي. طيب بنعتمد ايه بقى على على التشخيص المودي؟ بنعتمد على اللي هو الفينوتايبز او الجيناتيك تيست، دوت اللي بنعتمد عليها في تشخيص ايه؟ في تشخيص النوع دوت. ممكن نعملها في اي ايدج، ولكن وبنعتمدش على الفاميلي هيستوري عشان الفاميلي هيستوري مش يعني مش اكيوريت قوي اللي هو يقول لك اللي ده مودي او لا، عشان في فاميلي بوست فاميلي هيستوري في تايب 2 مثلا وتايب 1. بعدين احنا بنعتمد على الجينيتك تيست اللي هو في تشخيصه. تاني حاجه ايه؟ ازاي بيقول لك ازاي بنشك؟ نفس اللي احنا قلناه، اللي هو يكون ازاي بنشك اللي دوت مونوجينيك دايبيتس او مودي. اول حاجه اللي هو يكون يونج، عمره اقل من 25 سنه، اللي هو يكون في فاميلي هيستوري قوي من الدايبيتس، يعني من 2 ل 3 من الاجيال عندهم دايبيتس، يعني جده وجد جده وابوه كده. بالاضافه اللي هو لو ادينا له سلفونا اليوريا بيكون امبروف، يعني بيتحسن عادي اللي هو سنسيتيفيتي لها. ولو عملنا له فينو تايبز، الفينو تايبز هيوضح، الفينو تايبز دوت اللي هو تحليل الجينات، يعني هيوضح ان الشخص دوت لا ما عندهوش انسولين ريزيستنس، يعني هو مش مريض تايب 2. لا بعدين هتلاقي كل حاجه نورمال، البي بي نورمال والتي جي نورمال، دي حاجات جيناتكس تيست، والاتش دي ال سي كلهم نورمال. بالاضافه في نوع بقى ايه نادر من المودي اسمه ايه؟ باندا او بيرمننت نيونيتال دايبيتس ماليتس، بيجي في النيونيت، النيونيت اللي هم عمرهم اقل من 6 شهور بيجي فيهم. هو حقت في الانفنت، اصلا الانفنت هم اللي كانوا عمرهم اقل من 6 شهور، بس هم كاتبينه هنا نيونيت. المهم يعني اعرفوها اللي هو بيرمننت نيونيتال دايبيتس ماليتس، دوت بيجي في اللي عمرهم اقل من 6 شهور، وهو اسمه له اسم تاني اللي هو ديندا ديند سندروم. 50% من الناس اللي هم عندهم باندا دوت بيكون عندهم ميوتيشن اسمها كيريو 6.2 ميوتيشن. ماشي. بيقول لك بقى ايه الانواع السب تايبز او الانواع بتاعه المودي، شبه ما احنا قلنا اللي هو لو كان ميوتيشن في الجلايكوكاينيز انزيمز يبقى جلايكوكاينيز مودي، لو كان في ترانسكريبتيشن فاكتور يبقى ترانسكريبتيشن مودي. يبقى احنا عندنا نوعين، جلايكوكاينيز مودي وترانسكريبتيشن فاكتور مودي. ماشي. ويعتمد برضو على الفينو تايبز، وبيعتمد كمان على اللي هو الاورال جلوكوز تولرانس تيست. الاورال جلوكوز تولرانس تيست بيختلف من الجلايكوكاينيز مودي عن اللي هو ترانسكريبتيشن فاكتور مودي. دوت اللي انت بتديله جلوكوز وبتشوف ردة فعل الجسم بعد ما الشخص دوت كل الجلوكوز. ماشي. اول حاجه لازم نعرفها اللي هو الجلايكوكاينيز مودي دوت مش محتاج لاي علاج عادي، ما بيحصلهوش اي حاجه، لكن الترانسكريبتيشن فاكتور لا دوت بيحتاج لو دوز من السلفونا اليوريا، بينما كده يبقى دوت كده اي اول نوع. يبقى احنا عندنا كده اول حاجه، اول نوع اللي هو الجلايكوكاينيز مودي ودوت مش محتاج اللي هو يتعالج، بينما اللي هو ترانسكريبتيشن فاكتور دوت محتاج اللي هو يتعالج بس بلو دوز من السلفونا اليوريا. اما الباندا دوت الرير تايبز من المودي برضو بس رير، دوت بيحتاج اللي هو يتعالج بهاي دوز من السلفونا اليوريا. ماشي. كده بقى ندخل على السكندري دايبيتس ميليتس. السكندري بيكون بيحصل بسبب اللي هو امراض تانية عملت الدايبيتس، شبه اللي هو اكروميجالي، شبه اللي هو كوشنج اكروميجالي اللي هو
زياده الجروس هرمون او كوشنج سندروم او زياده الكورتيزون او سيروتوكسيكوزيس برضو زياده الثيرويد هرمون او في دولي الثلاثه اصلا والفي كرومو سايتوما دولي كلهم عباره عن انزيمات زيادتها بتكون ضد الانسولين. يعني الجروس هرمون والكورتيزون والثيرويد هرمون والادري والهو الكاتيكولامين دول كلهم هرمونات اسمها انتي انسولين ايجنت بتقلل الانسولين اصلا. ماشي. طيب اول بنكرياس حصل فيه انفلاميشن او كان الشخص دوت عنده كانسر او الشخص دوت بياخد ادويه بتعمل انديوز للهايبرجلايسيميا يعني بتحفز بتعمل انهبيشن للانسولين مثلا بعدين ايه بتعمل هايبرجلايسيميا شبه الدراجز بقى اللي هي بتعمل اندوز للهايبرجلايسيميا. اول حاجه لاما دراج بتعمل انهبيشن للانسولين سكريشن يعني الانهبيشن بتقلل خروج الانسولين شبه اللي هو البيتا بلوكر وكالسيوم شانل بلوكر وشبه اللي هو الفلوري كونيلين وشبه اللي هو الفينو سايازايد وشبه اللي هو سايازايد دايوريتكس. يبقى اتنين بلوكر بيتا بلوكر وكالسيوم شانل بلوكر اتنين سايازايد فينو سايازايد وسايازايد دايوريتكس وواحد اللي هو فلوري فلورو كونولات كونيلينز دول كلهم دول بيقللوا ايه السكريشن بتاع الايه الانسولين. طيب مين بقى ومجموعه تانية بقى بتزود الانسولين ريزيستنس شبه اللي هو ايه الانتي سايكوتيك دراج اللي هو مضاد للجنون والحاجات السايكك وكده والكورتيكوستيرويد برضو بتعمل بتزود الانسولين ريزيستنس والناسين والبروتين بس دولي دي يبقى ثلاثه بيزود الانسولين ريزيستنس اللي هو الانتي سايكوتيك والانتي سايكوتيك والكورتيكوستيرويد والناسين. طيب البروتيز بقى في واحد لوحده اللي هو البروتيز انهبيتور. البروتيز انهبيتور دوت بيعمل انهبيشن لتحويل البرو انسولين الى انسولين. انا معلمه بالازرق والاحمر. الازرق دول اللي هم بيقللوا السكريشن بتاع الانسولين والاحمر دول اللي هم بيزودوا الانسولين ريزيستنس. اما البروتيز انهبيتور دوت بيمنع تحويل البرو انسولين الى انسولين. ماشي. في بقى حاجه تانية اسمها البري دايبيتيك. يعني ايه البري دايبيتيك؟ البري دايبيتيك ده شخص عنده مستوى الجلوكوز عالي في جسمه ولكن مش ما وصلش لحد اللي هو يكون عنده دايبيتس. يعني ما وصلش اللي هو مستوى الجلوكوز يكون عالي عنده لدرجه اللي هو يكون عنده دايبيتيك. وهو كمان له اسم اللي هو امبيرد جلوكوز توليرانس او امبيرد فاستنج جلوكوز. يعني ايه يعني امبيرد جلوكوز توليرانس دوت اصلا تيست بنعمله اللي هو بندي شخص ياكل حاجه مسكره او كده اورال يعني او نديله حتى جلوكوز عادي انترافينوس بعدين بنشوف استجابه الجسم للجلوكوز دوت ونشوف مستوى الجلوكوز في جسمه يا ترى الانسولين دخله ولا لا. بعدين مثلا ايه لو كان مثلا اللي هو الامبيرد بقى جلوكوز تولرانس بنلاقي مستوى الجلوكوز بعد ما هو كان لا لسه مستواه عالي من 150 من 140 ل 199 بس دوت مش بعد ساعتين بس دوت مش كافي اللي هو نقول عليه دايبيتك. يعني مش لسه ما وصلش لدرجه اللي المستوى السكري عنده يصل لدرجه الدايبيتس. يعني هو بري دايبيتك لسه شخص قبل ما يحصل له دايبيتك اصلا. ماشي. طيب او فاستنج امبيرد فاستنج جلوكوز امبيرد فاستنج جلوكوز دي اللي هو واحد شخص صايم بعدين بنقيس مستوى الجلوكوز في دمه حقيقي يكون اقل من 100 مثلا لا لانه اللي هو من 100 ل 125 بس دوت برضو هو كده مستوى السكر عنده عالي في جسمه ولكن مش لدرجه اللي احنا نشخصه كدايبيتس. ماشي. برضو بيقول لك ايه اللي هو معظم الحالات بتاعت اللي هو البري دايبيتك ديت بعد كده بتتطور اللي هو يكون عنده دايبيتس. فاحنا مثلا ممكن ننصحهم اللي هم يقللوا وزنهم اللي هم يلعبوا رياضه كتير بحيث اللي هم ياخروا حدوث الدايبيتس لهم وممكن كمان البلد جلوكوز بتاعهم يرجع للنورمال بعد ما يعملوا الحاجات دي. والمرضى اللي هم البري دايبيتك يعني دول بيكونوا عرضه اكتر عرضه للهارت ديزيز والستروك. ماشي. الدياجنوزس ازاي بقى بنشخص؟ الله أكبر.
في الدياجنوز بقى بتاع الدايابيتس هنعمل له دايجنوز ازاي؟ عن طريق اللي احنا بنقيس مستوى الجلوكوز في الدم اللي هو الجلوكوز كونسنتريشن، سواء مستوى على مستوى الدم كله اللي هو هو البلد او على مستوى البلازما بس. اللي احنا ممكن نسحب من الفينس، اللي سحب من الفين عادي، او ممكن شكه من الكابيلاريز، او في البلازما بقى بنسحب من الفين. وبيقول لك بقى وقت يكون دايابيتس ميليتس، ولا وقت يكون امبيرد جلوكوز تولرانس، دوت كلهم نسب لو كنتوا حابين تحفظوها. وامبيرد فاستنج دول ايه؟ بيقول لك وقت يكون دايابيتس ووقت يكون بري دايابيتك اللي هو قبل ما يحصل له دايابيتس. في الدايابيتس مثلا بيقول لك في الفاستنج اللي هو خلينا في الكابيلاري، بحيث الكابيلاري هي اللي بتتعمل اكتر في الاستقبال وكده، بتكون ايه اللي هو الجهاز العادي اللي بنشخص بيه. بعدين بيقول لك بيكون اكبر من او يساوي 110. وبرده دوت بالنسبه للناس اللي هم صايمين، لكن لو كان لسه واخد واكل اللي هو بوست جلوكوز لود، لا حقت يكون اكبر من او يساوي 200. وبعده كلها نسب مش عارفه ده هتحفظوها او ممكن الدكتوره ما تكونش مطالبه بيها، بس تعرفوا بس اللي احنا بنعمل دايجنوزس للجلوكوز للدايابيتس عن طريق اللي هو الجلوكوز كونسنتريشن، ونعرف في الكابيلاري اللي هو اكتر من او يساوي 110، وبينما لو كان في صايم، بينما لو كان لسه واكل اكبر من او يساوي 200. ماشي، نيجي بقى ازاي نمنع الدايبيتس او ازاي نعمل له ديليد، يعني ناخره شويه في الناس اللي هم بري دايبيتك. اول حاجه عن طريق اللايف ستايل، عن طريق حاجات بنعملها في حياتنا، مثلا عن طريق اللي هو الدايت، ما ناكلش سكريات كتير، نعمل فيزيكال اكتيفيتي كتير، مثلا ساعه ونص في ساعه ونص في الاسبوع، ودوت كله بيقلل. اكتر حاجه بيقلل اللي هو تايب 2، بيقلل الريسك بتاعته خاصه في الادلت. ماشي، دي كلها بقى دراسات اتعملت وحاجات اثبتت، يعني ايه بيقول لك في الدايبيتك بريفنشن بروجرام اثبت اللي هو البرنامج اللي احنا بنمنع منه بيه الدايبيتس، عملوا برنامج كده. بعدين بيقول لك نسبه الدايبيتس قلت في الناس اللي هم هاي ريسك بنسبه 58 لكل سنه، لكل 3 سنين. ماشي، او نمنعه كده، نمنعه عن طريق اللي هو لايف ستايل، اللايف ستايل بتاعتنا، او عن طريق اللي هو دراجز. دراجز شبه اللي هو الميتافورمين، والميتافورمين ده يا جماعه بنستخدمه في تايب 2 بس، لكن تايب 1 عشان تايب 2 ايه انسولين ريزيستنس، بينما تايب 1 لا، تايب 1 كنا بنستخدم اللي هو الانسولين عشان هو انسولين ديبندنت، لكن تايب 2 انسولين نون ديبندنت. يبقى الميتافورمين بنستخدمه في تايب 2، والانسولين بنستخدمه تايب 1، وده برضو عباره عن دراسات اتعملت وكده، بقراها على السريع. ماشي، الكومبليكيشن بتاعت الدايابيتس، الدايابيتس ايه؟ باول حاجه نيجي للحاجه اللي احنا عارفينها اكتر، اللي هو دايما يقول لك ايه اللي هو القدم السكري، اللي هو واحد شخص عنده دايابيتس ده جاله القدم السكري. القدم السكري اسمه فوت ألسر او بعدين بتحتاج اللي هو يعمل له امبيوتيشن. ماشي، او ممكن تسبب اللي هو الهارت ديزيز، يعني مشاكل في القلب وكده. دايما مرضى السكر ومرضى الضغط بيكون عندهم مشاكل في القلب، او ممكن تسبب شبه ما احنا قلنا روتينوباسي، اللي هو حاجه في اللي هو الثلاث الترياد اللي احنا قلناهم، رتينوباسي ونفروباسي وبسم الله الرحمن الرحيم، رتينوباسي ونفروباسي اللي هو مشاكل في الاي، ومشاكل في الكدني، ومشاكل في النيرف نيوروباسي اللي هو ستروك او كده. ماشي، والكرونيك كومبليكيشن بقى للدايبيتس اللي احنا قلنا عليهم، البلاندنس الرتينوباسي والكدني ديزيز اللي هو نفروباسي، والنيرف دامجينج اللي هو نيوروباسي، والامبيوتيشن اللي احنا قلنا عليها، دي كلها كومبليكيشن ممكن تحصل بسبب ايه؟ الدايبيتس. المانجمنت بتاعت الدايبيتس هما هنا بقى ايه، يعني جايبين عاملين التريتمنت بطريقه احسن. اول حاجه شبه ما احنا قلنا، اللي هو اول حاجه ممكن نقول له خفف من اكل السكر، اعمل اكسرسايز اكتر، مثلا نديله اللي هو اي حاجه بتعمل اللي هو الدراجز اللي هي بتقلل الجلوكوز في الدم، بحيث اللي هو لو كان عنده هايبرجلايسيميا او كده نديله اورال هايبوجلايسيميك سيرابي، او نديله انسولين سيرابي، وبرده بندي اللي هو الميتافورمين في حاله ايه اللي هو تايب 2. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. الدايت بقى هنعمل هيكون هياخد 100% كالوريز، يعني الانرجي 100%. هنقسمهم بقى على الفات والبروتين والكربوهيدرات. الفات هتكون بنسبة 25-35% من التوتال انرجي او التوتال كالوريز اللي احنا بناخد، بينما الفات المشبع اللي هو ساتوريتد ما ينفعش يتجاوز 10%. البروتين هيكون بنسبة من 10-15% من التوتال كالوريز، والبروتين دوت بنحصل عليه من الانيمال والفيجيتابل. واكيد البروتين اللي احنا لو كان الشخص دوت طفل
طفل او او بريجنانسي، فاكيد النسبه البروتين اللي هو من 10 ل 15% من التوتال انرجي هيحتاج الدكتور اللي هو يزود ده. الكربوهيدرات هيكون بنسبه، هي هيكون النسبه الاكبر وهيكون متوفرة بنسبة من 50 ل 60% من التوتال كالوريز. طيب نتجنب خالص أكل الأملاح. ليه بقى نتجنب أكل الأملاح الكتير؟ ليه؟ عشان الشخص اللي هو عنده دايابيتس ففي معظم الحالات بيكون عنده نفروباسي. يعني إيه نفروباسي؟ يعني ممكن يكون عنده كيدني فيلير، وأكيد اللي هو عنده كيدني فيلير ما فيش أي حاجة ووتر بيخرج، بعدين بيكون عنده هايبرتنشن، وأكيد أكل الملح الكتير بيزود الضغط. وبعدين بقى هنعمل اكزرسايز، والاكزرسايز بقى بتقلل الوزن وبتزود الانسولين سنسيتيفيتي، بالاضافه اللي هي بتقلل مستوى الجلوكوز في الدم. نيجي بقى للي هو الانتي، اللي هو الاورال انتي دايبيتيك ايجنت، ودوت بقى كده احنا دخلنا على الدراجز. بيجونايديز ودوت اللي هو الميتفورمين، والانسولين سيكريتو جوجز اللي هو سلفونو يوريز، والانسولين سيكريتو جوجز ولكن نون سلفونو يوريز، والاكربوز او اللي هو الالفا، اللي هو الالفا جلوكوسيديز انهبيتور اللي هو الاكربوز، والتي زد دي. ماشي. المهم ايه اهم من ده كله؟ في طريقتين للاورال انتي دايبيتيك ايجنت، او في ثلاث طرق قصدي، اللي هو المونوثيرابي اللي احنا بندي دواء واحد بس، و اللي هو الاورال كومباينيشن اللي هو بندي كذا دواء مع بعض، او الكومباينيشن ولكن بندي كمان مع الانسولين. يبقى المونوثيرابي اللي احنا بندي واحد دواء واحد بس، وهو دوت الفيرست لاين من الثيرابي. اول حاجه لو كان العيان اوبيس بس وتايب 2 من البيشنت، بندي له ميتفورمين او اكربوز او تي زد دي، ودوت اللي هو التي زد دي والاكربوز دوت ايه عباره عن بدائل للميتفورمين. ولكن الدراج اوف شويز في علاج الشخص الاوبيس هو الميتفورمين. طيب النون اوبيس تايب 2، النون اوبيس تايب 2 هنديله اللي هو هو نون اوبيس ولكن تايب 2، هنديله اللي هو الميتفورمين، ولكن وممكن نديله معاه، وممكن كمان نديله بدل الميتفورمين نديله الانسولين سيكريتوجوز. ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لو كانت المونوثيرابي بقى فشل، هنعمل ايه؟ هنعمل كومباينيشن اورال ايجنت. الكومباينيشن اورال ايجنت اللي احنا بندي الميتفورمين زائد اللي هو الاكربوز زائد التي زد دي. ماشي. طيب لو برضو الكومباينيشن اورال ايجنت هي فشلت كمان، هنديله الكومباينيشن ويز الانسولين، هنديله الكومباينيشن ومعاه الانسولين كمان. وفي الكومباينيشن برضو احنا قلنا ممكن كمان نضيف اللي هو الانسولين سيكروتاجوز، مش الانسولين سيرابي، لا دوت من الانتي دايبيتيك ايجنت هو اسمه انسولين سيكروتاجوز. ماشي. في الكومباينيشن يبقى في المونوثيرابي اللي احنا بندي دواء واحد بس اللي هو الميتفورمين او الاكربوز او التي زد دي. طيب في الكومباينيشن بندي التي زد دي والاكربوز والميتفورمين، وكمان لو فشل اللي احنا نوصل للبلد ليفا للجلوكوز بلد ليفا اللي احنا عاوزينه ندي انسولين سيكريتاجوكس. ماشي. ودوت اللي هو الكومباينيشن بقى بيقول لك ايه بندي له وقت ايه؟ شبه ما احنا قلنا اللي احنا المونوثيرابي ما قدرش يوصل للتارجت بتاع البلد جلوكوز ليفل اللي احنا عاوزينه بعد ايه؟ بعد 6 شهور. ماشي. اول الشخص دوت اول مره نشخصه جاي مع سيمبتوماتيك بيشنت، بالاضافه اللي هو عنده اتش بي اي 1 اكتر من 10. الكومباينيشن ويز اورال بقى اللي احنا بقى لو هو فشل برضو اللي احنا نوصل هنديله اللي هو الكومباينيشن ولكن مع الانسولين. ماشي. والتالت خطوه بقى في العلاج اللي هو ندي ايه انسولين سيرابي. والانسولين سيرابي لازم نعرف اللي هو فيه شورت تيرم وفيه لونج تيرم. شورت تيرم ودوت بنديه في الحالات اللي هو فيها ستريس، وفي حالات السيرجري، وفي الحالات اللي هو فيها اكيوت إلنس، وفي حالات البريجننسي، وفي حالات اللي هو البريست فيدنج، وكذا ايه. ونديه برده كانيشال سيرابي في حاله اللي هو ايه تايب 2 دايابيتس بنبدا بيه بس اللي هو الشورت تيرم انسولين. طب اللونج تيرم انسولين، اللونج تيرم انسولين دوت لو الكومباينيشن سيرابي فشلت فاحنا بندي مالتيبل دوز من الانسولين، وممكن ندي كمان معاها اللي هو ايه اللي هو الميتفورمين والتي زد دي اللي بحيث اللي هما انسولين سنسيتيفيتي بيزود الانسولين سنسيتيفيتي يعني. ولكن بنوقف معاه، لازم نوقف معاه اللي هو الانسولين سيكريتاجوجز، يعني بندخل انسولين سيرابي ونوقف اللي هو الانسولين سيكريتاجوجز. ماشي كده خلصنا الدايابيتس. يعني دوت دكتوره ضايفه تريتمنت كتير، بس ده اهم حاجه. واللي حابب يقرا بقى الباقي يقراه، بس ده اهم حاجه اللي هو نعرف نطلع تاني ونعده مع بعض تاني.
نعرف اللي هو في التريتمنت اللي احنا ايه ناخد ده من هنا. اول حاجه بنعمل دايت واكسرسايز، والدايت بقى نقول اللي هو الكربوهيدرات كام، البروتين كام، الفات كام، من الكالوريز، والاورال هايبوجلايسيميك ثيرابي او الاورال انتي دايبيتيك دراجز ممكن نديه بثري مسود، لا اما مونو ثيرابي، لا اما كل دواء لوحده، واهم دواء فيهم الميتفورمين. طيب او ندي اللي هو كومباينيشن مع بعض الميتفورمين اكربوز والتي زد دي معاه، او نديه كومباينيشن ولكن مع الانسولين، نضيف عليه الانسولين سكريتاجوجز، او ندي اللي هو الانسولين السيرابي اللي هو فيه شورت تيرم ولونج تيرم. وكده الحمد لله خلصنا ايه الدايبيتس.